ونبي نشوف المنقية الأخيرة، نبي نشوف سيف، وسيف مهم نشوف منقية سيف، لأن سيف عنده إنجازات، ولأن سيف من الأسماء الجميلة جدا اللي حريص على المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز. أنا أشوفه بالشاشة الكبيرة من خلال تواجدنا في الميدان، من خلال تواجدنا في ميدان العرض، في هذا الميدان الملكي، في ميدان مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، هذا الميدان اللي يحتضن الإبل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، هذا الميدان اللي ينتظره عشاق الإبل واللي ينتظرون الوصول لهذا الميدان كل عام، يعدون العدة للحضور. وهذه هي منقية سيف ومرعبات، وما شاء الله تبارك الرحمن على مرعبات، أول اللي وصل الرقم 12 ورقم 10، نتمنى التوفيق لكل المشاركين. ما شاء الله على هذه اللقطة، ما شاء الله اللي أعادت بنا إلى الأذهان دور قوافل الإبل، ما شاء الله على هذه القافلة، هالقافلة هالقافلة، قافلة الإبل اللي نشوفها تمر، قافلة المجاهيم اللي ضبطت روحها بروحها وضبطت حالها بحالها. ما اخترنا والله يا جماعة نحط لكم هالقافلة، لكن هالبل لها طرب ولها نشوة ولها إحساس مختلف عن إحساس الآخرين. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه هي مرعبات اللي تعرض أمام لجنة التحكيم بين 4 و15 و5، وحط مالك هالأرقام عليها. نتمنى له التوفيق ونقول له ما قصرت يا راعي مرعبات، يا سيف بن محسن ابن حفيظ المزروعي، للأمانة ما قصرت، أكبرها سن رباع وأصغرها سن حقة، ومن أغلب سلالات المجاهيم، يعني كأنك تقول أنا جبت الزين من الزين. وما نقول لك لا يا سيف، يا ابن محسن يا ابن حفيظ المزروعي، ما قصرت، جبت الزين من الزين، وجبت الحلا من الحلا، وجبت السلالة من السلالة، ما قصرت. مرعبات اللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم، أكبرها سن رباع وأصغرها سن حقة، من أغلب سلالات المجاهيم، وجميع البل المشاركة هي مشترى، وما شاء الله، وعسى الله يبارك لك، وعسى الله يوفقك.